صباح الخير لكل مشاهدينا. مثل ما عم نخبركم بكل حلقه او بكل سيجمنت في عندنا اشياء جديده واشياء كثير حلوه، بيناتهم جادجتس، بيناتهم اشياء مهمه فينا نستعملها بحياتنا كل يوم، وفي اشياء بنقول قد ايه التكنولوجي عم تتقدم وعم بتساعدنا لحتى نحن كمان نتطور لقدام. اول فكره رح احكي عنها هي جادجت، وجادجت بالتحديد بتخص كل الفوتوغرافرز، كل الناس اللي بحبوا يصوروا واللي مصورين فينا نقول، اللي عندهم هلا دي اس ال ار كاميراز، بروفيشنال كاميراز، عبالهم يكونوا عم ياخذوا صور حلوه وين ما بيروحوا، هون عندهم مشكله عاده بتغيير اللينس، لانه حسب شو عم بيصوروا مرات عايز لينس طويله قصيره ديبيندز. هون الفكره قد ايه سهوله تغيير اللينس هي عاده شغله شوي مزعجه او منا هالقد سريعه ولا سهله لحتى نشيل لينس نحط الغطاء الوراني لللينس نرجع نشيل ثاني وحده من فينا نقول البيت تبعها ونرجع نحط لها كمان نشيل الغطاء ونركبها، كل هدول الامور بتاخذ وقت وشوي هيك مزعجه بطريقه من الطرق. في شخص اخترع فكرة كتير جديدة، هالفكرة هي فليبر. هالفليبر هو كأنه غطى لانس من وراء، بتركب عليها لانس وتفليبس فينا نقول شمال ويمين، هلا أو طلوع ونزول. الفكرة الجديدة هي هالكليب مع الفليبر. الكليب لأنه صار بكل سهولة، قبل كانت ستراب تتعلق بهيك شاط صغير على الكتف، مع الكليب صارت بكل سهولة فينا نحطها على الشنطة اللي نحن حاملينها على إذا فينا نقول الشاط تبع الشنطة أو البروتيل تبع الشنطة أو whatever، لحتى نقدر نستعملها كمان بسهولة أكتر. فينا نشوف هلأ بالفيديو، والفيديو بفرجينا بكل سهولة كيف طريقة الاستعمال. هلو رولا، كيفك؟ تمام. طريقة الاستعمال وقد ايه سهولة ان نغير. هون عم نشوف الصعوبة ان نغير اللينس اللي هي مشكلة لمعظم الفوتوغرافرز او للحي لاشخاص عادية عبالهم يصوروا، يعني بس تحملي بروفيشنال اذا حاملين كاميرا هيك قريبة للكاميرا المحترفة. ما هي الفكرة انه كثير بتشوف اللينس الكبير المعقد اللي هو مؤلف من 5-6 قطع وتطلع انه عندك مشكلة، بدك تفكي اللينس وتغيري اللينس، بدك شوية وقت وعلى رواق. بدك كور لوحده. اكيد لا، ليك هيدا هون عم نشوف للمحترفين فادي. اكزاكتلي فينا نقول اكثر. هالفليبر هو الطريقه المهضومه او السهله والسريعه لانك تغير اللانس بذات الوقت. صار في كليب له اللي هذا كنت عم بحكي عنه، شوفي حتى هذا مثل كفر لللانس، انه اذا حطينا مي ما بيوصل على لانس ولا شيء نهائيا. كمان اذا نزل رمل غبره وات ايفر كمان يعني بيحمي اللانس 100%. سو بكل بساطه منك بقى بحاجه لا غطى الكفر اللي عاده بيجي غطى الوراني لللانس. وحتى اذا لاحظتي هون هلا بتشوفي انه بيقدر يحمل 100 كيلو هالفليبر. سو كمان ما عندك اي مشكله اذا علق شيء محل، اذا وقعنا نحن وعم نصور، اذا علق بالتحديد يعني ممكن ينقذ حياتنا. سو شوف قد ايه هيك شوي ثقيله، الواحد يكون عم يغير لانس بده يهدي الكاميرا ويهدي اللانس ويشيل اللانس الثاني. سو كل هدول الامور رح تصير اسهل بكثير مع هالكليب اند فليبر لانس. لاحظتي بكل سهوله ركب وغير اللانس علقهم. وهون الفكره الثانيه هالكليب الجديد اللي فيه يكون حتى فيك تحطيها بالجينز الفليبر بكل سهوله، فيك تعلقي فيها اتاتشبل وين ما كان. اكزاكتلي فيك تعلقي فيها اللانسز. يعني هالجادجت ما رح يعجب المصورين المحترفين يا فادي، بالعكس كثير عم نضارب عليهم بالعكس التقنيات الجديده. بس هذا الجادجت رح يسهلهم هن لهم، بس لانها هالقد سهله نحن هوايه التصوير صار فينا نستخدمها كمان 100% 100%. وهي هيدي الفكره انه تكون ليك قد ايه سريعه الخبريه وقد ايه سهله، الا اذا سعرها كان كمان محترف. سعرها مش كثير غالي، هي سعرها رح يكون حوالي ال $109 كلها سوا، يعني الكليب والفليبر، ورح تكون بالاسواق باوغست. حلو، هين كثير.
رح انتقل للجادجت، جادجت نمبر 2، وهي مش جادجت، هي شغله نحن بنلاقيها كثير ضروريه بالصيفيه، وهلا نحن رح نفوت فتنا بفصل الصيف. الفكره انه في حراره عاليه، والحراره العاليه عاده لنقدر نحن نكون مبسوطين مرتاحين بندور الاي سي. صح. طيب الاي سي مين ببرده؟ مين ببرد الاي سي؟ كهرباء. اكشلي لا، الكمبريسور. الكمبريسور المحطوط برا بس لحتى يصير لي، لانه اتس بروسس طويل، منه سهل. مهم يبرد. اي دونت كير مين ببرد. يبردنا بس، ما اذا الحراره برا كثير عاليه هو كمان بده يشتغل بقوه كثير. هلا كمان رح نشوف بالفيديو الطريقه لحتى نلاقي او في فكره جديده لحتى هذا الاي سي اللي عم يشتغل برا لحتى يبرد حاله هو، هي وبذات الوقت يخفف من يعني الكمبريسور بيشتغل اكثر لما الحراره بتكون اعلى، بيتعذب اكثر لحتى يبرد لك الهواء اللي بيفوت لجوا. هلا في سيستم جديد اسمه ميست بوكس. ميست بوكس هي بوكس صغيره موصوله على المي. الفكره منها انه هلا بتشوفيها بتتعلق على الكمبريسور اللي برا، وبتشتغل هي على الطاقه الشمسيه، يعني حتى منك بحاجه تعطيها كهرباء. بس الحلو انه بتبرد الهواء اللي حوالي، هيدي هي اللي حوالي الكمبريسور، بس برد الهواء حوالي الكمبريسور، فما عنده الكمبريسور. هون شو بنكون عم نستفيد؟ ما بنتعب الكمبريسور او عم نوفر كهرباء؟ ما بنتعب الكمبريسور، ما نحن بس نتعب الكمبريسور، بنكون عم نستهلك طاقه اكثر لحتى يضل عم يشتغل بقوه اكثر ويعطينا نحن بروده بقلب البيت. سو هون عم نبرد حوالي الكمبريسور الهواء، يعني الهواء اللي عم يفوت على الكمبريسور بطل كثير سخن. لأن نحن يعني ما بده طاقة كتير حتى يوصل لدرجة الحرارة مزبوط. المطلوبة. ونحن هون بتعرفي أنه الغاز الموجود على الحرارة العالية بتبخر، فبس يكون الغاز عم يبرم برا بالكمبريسور لازم يكون بارد لحتى يضل ليكويد، لأنه بس يفوت على البيت لازم يصير غاز ويعطينا سقوعة. سو هون عم نبرد الهواء حوالي الكمبريسور، بيساعد الكمبريسور أنه يخلي هالغاز ليكويد برا وبخفف من استهلاك الطاقه. فهي الفكره الاساسيه انه نحن نساعد او نخفف توفير الطاقه اكزاكتلي من استهلاك هالكمبريسور، ويكون عم نتعبه، ويكون اكيد عم نخفف عم نقلل من عمره بذات الوقت مع استهلاك طاقه عالي. هي هذه الفكره. هيدي المست حقها $450 وفيها نحطها على حالها كومبريسور، يعني قد اي سي قد اي سي، بس هي بتوفر. عم نحكي هون عم نحكي اي سيات كبيره على المدى البعيد. اكزاكتلي وعلى المدى الطويل. ثانك يو فادي. ثانك يو لك. اخبارك حلوه. سؤال تفضل. كيف راضي عن برجك بهالايام؟ توقعات؟ انا فاين. انا بحب برجي كثير. توقعات كريستال راضي عنهم؟ رح نشوف اليوم شو رح نشوف شو توقعات اليوم. ننطر انا وياك شو ناطرنا من الابراج بفقره هوروسكوب مع كريستال بعد هالوقفه القصيره.